هناخد تكملة الجزء الحصة اللي فاتت. لو بصينا في الجملة بقول ذا تيبس ذا باك اند ستوب، هنراجع عليهم بسرعة. المفروض كنا خدنا هنا ايه؟ روب. طيب يو كان جو اند انجوي. ها؟ طالما اشتغلناهم يبقى المفروض نرد بقى. بيز يور اتنشن تو توريزم اندستري، يعني ايه توريزم اندستري؟ صناعه السياحه. نفتكر بقى الحصه اللي فاتت، بي اتنشن تو يعطي اهتمام، وانا الحصه اللي فاتت يعطي اهتمام بالغ او اهتمام كبير اللي هي بي اتنشن تو. كارز ار بيتر فرقنا بين الكتريك والكتريكال، المفروض اقول الكتريك كارز. وي يوز ذا تو جيت ذا، ناخد معاه ذس اللي هي ذس اونست، يعني غير ايه؟ امين. نوبل برايز تو دكتور ساينتفك بقى اتشيفمنت، يعني ايه اتشيفمنت؟ انجاز. طيب نروح لجزء تاني. هناخد النهارده جزء تاني بقى جرامر. You used to make your bed. انت عندك used to، اخد دو بيج وير، وهنا ايه بقى؟ هاف. المفروض اخد ايه بقى؟ بيج. احنا عندنا يوز تو، المفروض الماضي هتبقى يوز تو، يعني اعتاد فين؟ الماضي. يوز تو كانها باست سيمبل، زي ما هي بقى ماست سيمبل. ديدنت بس عليها ايه بقى؟ زي الماضي البسيط بتاع اللفته الاولى. يبقى لما لما اخد الجمله دي اخد ايه بقى؟ يبقى الاجابه بتاعتنا دي بقى ها؟ ديد يو يوز تو ميك يور بيت. طبعا ميك بيت يعني يرتب السرير، مش يصنع السرير، يرتب. The televisions are than radios. فعندك تلفزيون وعندك راديوز، بنسميها في اللغة comparative، يعني مقارنة. يعني بقول أجهزة التلفزيون كده المفروض أغلى. Most ولا more؟ More expensive than. Number C. More expensive than. The local school، المدرسة المحلية in our town، last year by the government. Was built. ليه ده مجهوله؟ هي لوكال سكول، المدرسه المحليه، والفعل الفعل المقرر هنا بيلد. بيلد يعني ايه؟ يعني تسال نفسك بقى، كان لوكال سكول، هل المدرسه المحليه كان بيلد اتسلف؟ لا. بيلد نفسها؟ لا. يبقى لازم تكون شكل اشكال ايه بقى؟ المجهول. بس مش بمزاجي بقى، انا ببص في اخر الجمله كده الاقي لاست يير، يبقى زمن ايه بقى؟ ماضي بسيط مجهول. ابدا بالاوبجكت يعني ايه؟ مجهول. واخد واز اول تصريف ثاني، يعني مدرسه محليه في بلدنا was built، يعني بقى بنيت last year by the government. May has had her mobile phone 2 years. الجمله دي رقم 4 ده، دي من الحصه اللي فاتت. الناس اللي جت حاضره، احنا خدنا الحصه اللي فاتت زمن بريزنت فيرب بتاعنا مضارع كام؟ خدنا زمن مضارع ايه؟ انت بص بقى مصر عندي تعالى انزل. لا قعدت مكان كده، خد باله احنا مكبرين الخط على قد ما نقدر، في 4 قطارات. في 4 قطارات مش هقدر اكبر اكتر من كده. يبقى ماي هاز هاد، هاز هاد ده مضارع تام. مضارع تام، انت عندك 2 ييرز يعني ايه؟ افتكر معايا عشان النهارده نراجع بسرعه مضارع تام. المضارع التام الفورم يعني ايه؟
تكوين هاب وهاز وتصريف سلايم باخد هاب للجمع قدام الاي وهاز للجمع حاول بقى يعني الحاجات اللي انت بتتفق في اعدادي وجاي نرجع عليها دلوقتي ما تروحش منك انت طالع من المدرسه مرهق تعبان يعني كلنا كده برضه الدراسه غير الاجازه فبس تفوق شويه المضارع التام قدامنا هنا هاز هاد ده مضارع تام يعني مي معايا الموبايل ده بقى لها كام سنه؟ سنتين تعرف لما تيجي تفرق بين سنس وايه؟ لفظ تكمله لا لفظ تكمله لا ان ان جنرال بوجه عام في قاعده هنهتدي بها هنمشي عليها ان سنس لها اسماء فور ليها اعداء وان كل واحده لها ثلاث شواذ زي ما هناخد عصفور دلوقتي قلنا الحصه اللي فاتت سنس كلوك فور اور سنس ذن فور لونج تايم ماشي سينس ايه كمان؟ لاست فور خلاص دول التلات شواذ. امال الباقي بقى سينس ليه ايه؟ اسماء فور ليها اعداء. عندك عدد كام سنه؟ يبقى ناخد بقى فور. يعني مي تمتلك الموبايل ده بلا ولسه معاه. امال لو قلت بقى مي ركز بقى معايا كده مي هات بس من غير ايه؟ تبقى غلط. لازم يا اخوانا الجمله دي تكون مي هاز هات. هاز هات دي دلوقتي؟ مضارع تام لو انا شلت ايه بقى؟ وحطيت ايه بقى؟ ما كنتش اصلا هاخد المضارع التام ولو قلت مثلا فور تو ييرز يعني كان معاها الموبايل كان معاها بقاله ايه؟ سنتين ما سمعتش معاها يعني لو قلت هاد غير لما اقول بقى هاز هاد هاز هاد يبقى لسه الحدث ايه بقى؟ احنا عايشين في دمياط بقالنا 20 سنه مضارع تام ماشي؟ امال زي ما قلت الحصه اللي فاتت كده لو شخص قاعد في القاهره مثلا 10 ييرز يعني وبعدين تشينج اتغير ده بليس بليدنج يعني ايه؟ يبقى الاول ماضي بسيط دلوقتي مضارع تام او مضارع بسيط يعني مضارع تام ومضارع ايه؟ بسيط زي ما نفتكر الجمله المشهوره اللي بنقولها ابو تريكه سكور فاكرين؟ ابو تريكه سكور محمد صلاح هاز سكور انا محمد صلاح ستيل بلايز ما زال يلعب يعني ممكن يضيف له اهداف او يزودها يعني طيب يبقى ناخد هنا ناخد هنا فور طبعا لو عاوز اقول سينس بقى هي بقى لها كام سنه الموبايل معاها؟ يبقى ممكن اقول سينس 2021 منذ 2021 23 تطرح يعني سنتين طيب ذا بلاي ذا بلاي يعني ايه بلاي؟ مسرحيه ذا بلاي وصو اي ريكومند ات تو يو الفعل ده الفعل ده اهو لو ما عرفتوش ريكومند يعني يوصي يعني ايه؟ يوصي او يرشح او يذكر يعني المسرحيه دي كانت ايه؟ انا برشحها لك اميزنج ولا اميزنج؟ بالتالي احنا المفروض اللي هيغلط دلوقتي اللي هيغلط دلوقتي يبقى ما كانش معاه الحصه اللي فاتت احنا قلنا الاي دي يقع عليه الفعل او الصفه الاي دي يقع عليه الصفه يعني يا اما بيستمتع بالصفه الايجابيه او بيعاني من الصفه الايه؟ السلبيه. الاي دي ولا ثانوي الاي دي وقع عليه ايه؟ الصفه اسم مفعول. امال الاي ان جي يعني مسبب ايه؟ الصفه. ممكن اي ان جي هي اللي تغرس الاي دي سبب. يعني المزرعه كانت اميزنج يعني ايه؟ مذهله او مدهشه. يبقى المتفرجين لما يشوفوا المسرحيه يبقوا هم ايه؟ اميزنج. ساعات بقى بيجيب لنا حاجه عاوز لغه مش طالب حافظ. يعني نقول مثلا ايه؟ ذا بلاي كوز سببت او الاميزمنت. يعني الاميزمنت بقى؟ اندهاش. يعني ساعات بيبقى مطلوب الناون يعني ايه؟ الاسم. يعني احنا بنشتغل حسب تركيبه الجمله. يبقى المسرحيه كانت مذهله اميزنج. المشاهدين يعني كانوا مذهولين بالمسرحيه اميزنج. ممكن المسرحيه سببت ايه بقى؟ ذهول يعني يبقى ناخد اميزنج. You talk to your parents when you have a problem, I advise you. هقولها تاني. You talk to your parents when you have a problem, I advise you. يعني ايه اللي في الاخر دي؟ I advise you. انا بنصحك. طرق اعطاء ايه؟ نصيحة. طرق اعطاء ايه؟ نصيحة. ناخد ايه بقى؟ شد. ناخد ايه بقى؟ شد. ممكن اقول شد. او ممكن اقول it's advisable. يعني ايه؟ من المنصوح ايه ب او ماي ادفايس تو يعني ايه ده صح طيب يبقى هنا يو شود نايذر علي منى از ريدي فور ذا نيكست اكزام كلمه نايذر ده اللي انت خدتها في الاعدادي بيجي معاها ايه دي نايذر اور ولا اند ولا نايذر نور ايه نور لا
لا ولا يعني لا علي ولا منى از طبعا طبعا عملت ايه المخرج هتبع الفعل الثاني ذا ماتش سون سون يعني حالا ذا بلايرز ار دوينج سام فيتنس اكسرسايز بيقول لك اللعيبه بتعمل تدريبات لياقه يعني بيسخنوا يبقى المباراه از جوينج تو ستارت ولا ستارتس ولا ويل ستارتد ولا از ستارتد بيقول لك اللعيبه بيجروا الاحماء عارفين فيتنس اكسرسايز اللي هو فتره الاحماء الصح بقى انشق على وشك يبقى حدوث والدليل هنا ان هما بيعملوا ايه تدريبات احماء امال ستارت سير زي ما يكون جدول مواعيد غلط لان بقول لك ذا ماتش ها ستارت ما قالش كده الساعه كام فلو از جوينج ستارت ذا بلايرز ار دوينج سام فيتنس ايه اكسرسايز طيب ده الجزء اللي احنا طبعا قلناه الحصه اللي فاتت وكنا بداناه وقلنا بليسمنت تيست يعني بقى اختبار ايه بقى؟ احنا خدنا الحصه اللي فاتت جزء بوكاب والنهارده خدنا جزء ايه؟ بعد كده نبقى نشوف الجزء ده الحصه الجايه ان شاء الله. طيب نراجع كده على اللي اتقال الحصه اللي فاتت. خدنا البريزنت بيرفكت زمن المضارع ايه؟ تام. بديت الزمن من فور معناها؟ تكوين. يعني هاب ويس تصريف ايه؟ تالت. هاب ويس تصريف ايه؟ تالت. ويوس يعني ايه؟ تمام. بتدل على حاجه تم في الماضي وله اثر يعني افكت ماشي او حدث تم في الماضي بدون تايم ريفرنس يعني واحد اشاره ايه الوقت طيب بسرعه كده هنقول جمله زي دي مثلا بيقول لك اي هاف ليفد هير سينس 2000 يبقى سينس ايه بقى؟ اسماء وقبلها مضارع تام فين المضارع التام بقى؟ هاف ليفد هاف ايه؟ ليفد هنراجع بسرعه كده عشان في حاجات جديده هنقولها النهارده على المضارع التام نفس الكلام هنا بقول لك اي هاف ايتن 3 ساندوتشز برضه ما اقولش التايم يعني ايه؟ انا اكلت 3 ساندوتشز ما اقولش التايم ما اقولش ايه الوقت خلاص؟ ممكن الشيف ورا اتمنى كده هات الكرسي بتاعك وابقى رجعه في الحصه اللي قاعد ورا مش شايف طلع الكرسي بتاعك جنب زميلك هنا اهو اطلع على المكتب كده جنب زميلك ده ورجع الكرسي بتاعك في الحصه اللي قاعد ورا مش شايف طلع قدام كده الكرسي بتاعك ورجعه في الحصه طيب يبقى اول شكل السنس بيجي وراها ناون يعني ايه؟ اسم اسم سنه او اسم يوم او اسم شهر او اسم وقت في النهار مثلا ويجي قبلها بريزنت بيرفكت مضارع ايه؟ تام خلي بالك عشان هناخد دلوقتي حاجه لها قاعده يبقى سنس لو جت كانها حرف جر كده بيجي معاها وان تنس زمن ايه؟ واحد قبلها ولا بعدها؟ قبلها زمن ايه بقى؟ مضارع تام هاب وتصريف ايه؟ تام دايما سنس اللي هي اسماء لما اجي انت في هاب وهاز لما اجي اعمل سؤال ماشي لو جت احطها في المجهول تبقى هاف بين او هاز بين يبقى احنا عندنا الفورم ايه تكوين المضارع التام بيتكون من هاب وهاز تصريف تالت لما اجي انت فيه ما تجيبش حاجه من بره غير المصدر الاصلي بتاعها ممكن نيفر ممكن ايه؟ نيفر لو جه اعمل مجهول اخد هاف وهاز وبين وتصريف ايه؟ تالت طيب يعني هنا بقول ذا هاوس هاز بين بينتد دي معلومه ولا مجهول؟ مجهول مجهول هنا ذا هاوس لسه قايل الوقت لسه قايل الوقت لو انا شاكك في الجمله وانا جاي اختارها لو انا شاكك فيها ابص الاول كلمه والناس تتابع معايا شويه البنات اللي قاعده ورا تتابع معايا شويه ابدا بالكلمه دي الكلمه دي وراها بنت يعني ايه يدهن اسال نفسي ممكن المنزل يدهن نفسه يعني كان ذا هاوس بينت اتسيلف نو زي ما خدنا دلوقتي من شويه لوكال سكول اللي جت ماضي بسيط يبقى ذا هاوس هاز بين ايه بنت يبقى المضارع التام لما احطه في المجهول مفيش مشكله باخد هاف او ايه او هاز وبعدين بينه تصريف ايه ثالث من الفعل الرئيسي. استخداماته بقى زي ما قلت كده احداث بدات في الماضي ما زالت ايه بقى؟ مستمره. مانار هاز ليفد ان اليكس سينس شي واز تشايلد. خدنا دلوقتي سينس كحرف جر بيجي وراها اسم وقبلها زمان ايه بقى؟ طب بص في الجمله دي كده بص في الجمله كده الجمله مربوطه بايه برضو سينس مانار عايش مش عاشق عايش 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 اسكندريه منذ ان كانت تبقى يبقى المعيشه لسه ايه بقى؟ يعني منار ستيل ليفز ان اليس يعني ستيل خلاص دي ما زالت تعيش منار هاز ليفد ان اليكس سينس شي واز ايه؟ ا تشايلد انت خدت دلوقتي عشان
ما تقولش كده. يبقى عندنا سنس. الشكل الاول جيتها نون، يعني نون اسم. في الحالة دي هيجي قبلها زمن واحد اللي هو مضارع تام. مضارع تام. ممكن مضارع التام ده يبقى معلومة او ايه؟ مجهول مثبت او ايه؟ منفي. جملة او سؤال مش هتفرق. بس يجي مضارع تام هنعرف ان مضارع تام بيكون من ايه؟ يعني هيجي معاها هف، هيجي معاها ايه؟ هز، وهيجي معاها تصريف ايه؟ تام، عشان يبقى مضارع تام. دي في الحالة ان سنس كده تستخدمها كأنها حرف جر، بيجي معاها وان تنس يعني ايه؟ زمن واحد. لو خدنا مثال عليها كده، I have نون عالي في المضارع التام هنا؟ ها؟ التلاتة اللي قاعدين ورا شايفين كويس؟ لو ما فيش طلع قدام، انا بقول لك انا اهو، لو ما فيش طلع قدام الثلاثه اللي ورا، ها اخر واحد ترى لي الجمله دي كده، اخر واحد اي هاف نون ناقصه ان هنا اي هاف ايه؟ نون. مش في مساحه جنبك هنا يا ابني؟ بقول احنا بنسى واحده. I have known علي since. وبعدين اخد اسم سامي، مثلا اقول 2010. ها؟ يس. يبقى دلوقتي لو بصينا في الجملة دي، الجملة المربوطة في دلوقتي سينس. سينس هنا كأنها حرف جر وما غلطش فيه، لأن بيجي قبلها زمن واحد، فين الزمن ده؟ هاف نون. زمن إيه بقى؟ مضارع. ها؟ تام. مضارع ايه؟ تام. زي ما قلت مضارع تام منفي او ايه؟ مثبت. معلوم مجهول سؤال جمله مش هتفرق، بس مضارع تام وخلاص. شكل اشكال مضارع التام. يبقى نعرف علي منذ 2010. لو انا حابب بقى احط هنا فور مكان ايه الوقت؟ احط فور واخلي الجمله زي ما هي. طب دلوقتي انا اعرفه من كام سنه؟ يبقى فور 13. ها؟ يس. وتديك ذا سيم مينينج؟ نفس المعنى. يبقى فور هنا يلاقي الوقت عدد يلاقي ايه؟ عدد. ده الشكل الاول من ايه؟ من سنس. طب لو رحت بقى تاني للجمله ديا، كنت بقول لك فيها ايه؟ منار هاز ليفد ان اليكس سينس شي واز ا تشايلد. هنا هنا الرابط ايه؟ سينس. قبلها اللي احنا بنقول زمن مضارع تام. طب بعدها بقى اسم ولا جمله؟ جمله. زمن ايه ده بقى؟ الشكل الثاني. شكل هو يعني سنة الشكل الاول تيجي في اخر الاخر اللي وراها اسم سنه او اسم ايه يوم او شهر، ويجي قبلها زمن مضارع ايه تام. طب الشكل الثاني بقى بيجي ها ماضي ايه بسيط. طب ناخد جمله كده مختلفه عن اللي عندنا دي. I haven't eaten فيش. فين مضارع التام هنا؟ معلوم ولا مجهول؟ ها؟ لو بصيت لواحدة بتبص تحت يبقى دي فاتحة موبايل أو مش معايا، يبقى أنا هعاقبها بقى. يعني هنا مش معايا يبقى في مشكلة. I haven't eaten. دي مثبت ولا منفي؟ منفي. منفي. أنا لم إيه؟ I haven't eaten fish. لما اكل ايه بقى؟ اسماك. سينس اي واز ان اليكس مثلا. برضو الرابط هنا ايه دلوقتي؟ سينس. دي بقى سينس اللي يعتبر حرف جر ولا اداه ربط؟ ايوه اداه ربط. دي اداه ربط بقى. لما تيجي اداه ربط هنا هيجي وراها وراها مضاد بسيط. مضايات بسيط زي الجملة. وقدامها ايه الوقت ده؟ مضارع تام. زي ما قلنا بقى مضارع تام بقى اي شكل بقى. مضارع تام. مضارع تام من الاولاد. معلوم او مجهول او جملة. انا لم اتناول ايه بقى؟ اسماك منذ ان كنت في اسكندرية. خلاص؟
يبقى I haven't eaten fish since I wasn't إيه Alex. طيب الجملة دي ممكن أقولها بطريقة تانية باستخدام رابط تاني. فين الرابط هنا؟ ها؟ سينس. هيقول لك كده استخدم لي وين. استخدم لي بقى ركز بقى معايا. لو عندي الجمله مربوطه بايه؟ بسينس. بالتركيبه دي يليها ماضي بسيط وتصبح بايه؟ مضارع تام. مع وين الاثنين بيكونوا باست سيمبل يعني ايه؟ بسيط. هقول بالعربي، هراجع بالعربي اكيد شويه ترجمه. انا اللي اتناول ايه؟ اسماك منذ ان كنت سنين. كده واشتغل معاك. أنا أتناول إيه؟ أسماك. ده المعنى بتاع العربي؟ أنا ما أكلتش سمك منذ أن كنت فين؟ كلمة وين يعني إيه؟ أندم. وين يعني إيه؟ هل وين لما أجي أستخدمها مكان إيه؟ سنس. هقول نفس النفي النفي والإثبات إثبات؟ لا. أولاً مع وين قبل ما أختارها قبل ما نكتبها هيبقوا الاثنين إيه بقى؟ بصم. الاثنين إيه بقى؟ يعني إذا طلب استخدام إيه؟ ها؟ وين بدل من إيه؟ سنس. ركز بقى معايا عشان ما تغلطش. هيبقى الزمانين ماضي بسيط. ماضي ايه بقى؟ بسيط. طيب اقول في الجمله دي بقى اقول ذا لاست تايم. يعني ايه ذا لاست تايم؟ اخر مره. اي ايت فيش when I was in Alex. when I was in ايه؟ Alex. اللي فاتت ركز معايا اهو نجيبها عشان انت تكون نسيتها. I haven't eaten fish. ده ايه اللي بقى نفي ولا اثبات؟ بس المضارع التام من انا لم اتناول ايه؟ اسماك. since I was in ايه؟ Alex. اذا طلب منك استخدام ايه؟ بدل من since. هتعمل الاتي بقى اللي انا اقول لك عليه دلوقتي. أولاً الجود تشيل سنس وتحط إيه؟ وين. اللي بعد سنس ده نو تشينج. يعني مش هغيره. العبارة اللي بعد سنس إيه؟ مش هغيره. هتبقى زي ما هي باصين بالماضي إيه؟ مش أنا قلت دلوقتي إن وين عاوز إيه الوقت إيه؟ قبلها وإيه؟ بعدها. ماضي بسيطة. الاثنين ماضي بسيط. يبقى أحط وين مكان الوقت سنس. العبارة اللي بعد سنس نو تشينج. مر عامل ايه فوق بقى؟ المضارع ركز بقى معايا هكتبها لك هنا اهو في دي. المضارع التام المنفي. الوقت التام ايه؟ المنفي. مش كان عندي مضارع التام منفي؟ المضارع التام ايه؟ المنفي. هيبقى هيتحول الى ماضي بسيط مثبت. ماضي بسيط ايه؟ مثبت. haven't eaten مضارع تام ايه ده؟ بقى ايه هنا؟ بقى ايه؟ حد فاهم حاجه؟ يبقى اذا طلب استخدام ايه؟ بدل من احط وين مكان ايه؟ العباره اللي بعد سنس نوت مفيش تغيير. اروح بقى المضارع التام المنفي. هو سهل يا اخوان. دلوقتي لما اقول في الجمله اللي فاتت دي لما اقول haven't eaten فين الفعل الرئيسي؟ eat. eat يعني ايه؟ ياكل. انا اشيل haven't خالص، اشيل hasn't خالص، اشيل واروح لكلمه eat احطها ماضي. الماضي من eat ايه بقى؟ eat. eat نطقها زي رقم 8. eat eat eaten صح كده؟ كم تصريف؟ ثلاثة. يبقى لما يطلب استخدام وين مكان ايه بقى؟ سينس. نحط وين مكان ايه؟ سينس. وبعدين نو تشينج مفيش لا تغيير. اروح بقى للمضارع التام المنفي اخليه بقى؟ ماضي. الجمله دي نفس الميننج ده نفس المعنى. انا لم اتناول اسماك منذ ان كنت فين؟ اسكندريه. اخر مره ها تناول بالعربي يا باشا. اخر مره لما اتناولت اخر مره اكلت سمك انا كنت فين؟ اسكندريه. يبقى ذا لاست تايم ده هي ترجمتها ده هي معناها بالعربي اخر مره. اخر ايه؟ ذا لاست تايم اي ايت فيش وان اي واز الكس. عرفنا؟ يبقى ممكن سينس تيجي حرف جر بس بيجي وراها اسم وقبلها مضارع تاني. طب ممكن تيجي كونكتور يعني ايه؟ رابط بيجي قبلها مضارع تام وبعدها ايه بقى؟ ماضي بسيط. ويمكن استخدام ايه مكانها؟
وين مكان ايه بقى؟ سينس. طيب لو كان الدولار هو لازم يكون منفي بالوضع ده، هي كده لازم يكون ايه بقى؟ مدى بسيط مع وين، لازم يكون مدى بسيط. طيب الجزء الثاني بيقول احداث، انا براجع لك على الحصه اللي فاتت، المضارع التام على فكره اهم زمن في الانجليزي، اهم زمن في اولى وثانيه وثالث سنه، لان له حاجات كتير ممكن يكون حاجه حدثت في الماضي ولها افكت. يعني ايه؟ اخد مضارع التام، اخد ايه؟ مضارع التام. بص في الجمله دي اللي انا قلت لك عليها الحصه اللي فاتت، قلت كده هي كانت بلاي ذا ماتش، مش قادر يلعب ايه المباراه دي، مضارع ايه؟ because he has broken his leg. انت عندك في اول الجمله دي هي كورنت ولا هي كانت؟ كانت مضارع، مضارع بس منفي مش كورنت. هي كانت بلاي ذا ماتش because he has broken his leg، ما يقدرش يلعب مباراه خلاص، لانه كسر ايه بقى؟ ساق. كسر الساق ده انت باصت فين؟ بس لسه الفكره ايه تاثيره؟ انه ما يقدرش يلعب. الكسر في الماضي حارس تام منتهى فين؟ بس لسه له افكت يعني تاثير. ماشي؟ طيب حته بقى لما اجي اسال على التجارب الشخصيه ابدا بكلمه هاف يو ايفر، بالعربي هل سبق ايه؟ لك. هي لها تصريف ثالث. هي لها ايه؟ تصريف ثالث. هاف يو ايفر بين تو اسوان؟ بين تو يعني ايه؟ يعني زار. هل سبق لك زياره ايه بقى؟ اسوان. طبعا بين تو هنا بتساوي كلمه فيزيتد. قلنا الحصه اللي فاتت بين تو امال جونتو؟ يس. بول هنا ممكن يدل على احداث دون تحديد ايه؟ الوقت. طيب دي بقى الكلمات اللي بتيجي معاه، مش هنقعد نقول فيها كتير، قلنا كلمه ايه بقى؟ بالفعل بتيجي في النص او في اخر ايه؟ هل كلمه اوريدي الناس كانت حاضره؟ واخد بالها؟ هل كلمه اوريدي ممكن تيجي بالسؤال؟ اللي هو عبر عن ايه بقى؟ سربرايز. يعني سربرايز كاش، ما هوش ريل كويشن، سؤال سربرايز. جاست حال او ايه؟ او تون، دي بتساوي اشهر تايم اجو، لو قلنا الحصه اللي فاتت. ايفر ممكن في السؤال وايه؟ والاجابه. وكلمه نيفر طبعا النفي بتاعها، يت معناها حتى الان، دي بتيجي في النفي والسؤال، في النفي وايه؟ السؤال الصريح. ليتلي ريسنتلي بيساوي بعض مؤخرا، بس يفضل ليتلي في النفي. سو فار واب تو ناو معناها حتى الان برضه. وكلمه اوفر او ثرو اوت يعني ايه؟ على مر. هاو لونج ان ذا لاست ان ريسنت. وكلمه فور وايه؟ وسنس. قلنا فور يعني ايه؟ يعني يعتبر ايه؟ عدد. ولكن سنس اللي هي بقى يس. نيجي بقى قلنا الحصه اللي فاتت بسرعه كده، زي ما قلت كده الحصه اللي فاتت ان جنرال بوجه ايه؟ عام. انا باخد سنس مع الاسماء. فور كلوك اسم ساعه. 2000 يسترداي كلمه ايه بقى؟ لاست. بس الشرط ان لاست يجي وراها ايه؟ مده زمنيه. since last week month year since april may اسماء شهور monday then. يبقى احنا عندنا اللي فوق الشواذ بقى، هنا كلمه ايه بقى؟ اوكلوك. فور اوكلوك الساعه 4. امال فور اورز؟ اربع ساعات. مع فور يبقى مع فور. ماشي؟ monday then هنا برضو اوكلوك، وهنا كلمه ايه؟ لاست. وكلمه then دي الشواذ بس، والباقي كده كله ناونز يعني ايه؟ اسماء. نيجي لكلمه فور اللي هي اعداد ومعاها ثلاث شواذ، يبقى احنا عندنا مع سنس اللي فات كان فيه كلوك، امال فينا ايه؟ يعني اما اقول 6 كلوك الساعه 6، طب 6 اورز 6 ساعات، اسم ساعه مع سنس، عدد ساعات مع فور. ماشي؟ هنا 3 ييرز. ماشي؟ مع كلمه سيبرال وايه؟ وميني طبعا معناها معدود برضه، ومع كلمه ايه؟ بس ايه الشرط بقى؟ يجي معاها تايم. يعني ايه تايم؟ يعني ذا لاست يجي تايم، يبقى اخد ايه بقى؟ فور. طب افرض ذا لاست وجه ناون اسم، اروح ليه بقى؟ لسنس. اللي شوازه اهي، يعني اقول ذا لاست ويك ماشي، مانث يير ماشي. امال لو قلت مثلا ذا لاست ميتنج اخر اجتماع سنس، اقول تاني ان كلمه لاست وذا لاست مع سنس وايه؟ فور. لاست مع سنس وذا لاست مع ايه؟ مع فور. بس ايه الشرط؟ يجي وراها مده زمنيه. لو المده الزمنيه اصبحت ناون يعني ايه؟ اسم، وليس مده زمنيه اخد السنس. اخد ايه بقى؟ يعني بقول منذ اخر اجتماع يبقى سنس ذا لاست ايه؟ ميتنج. سنس ايجز يعني طويل طبعا، الونج تايم واوايل، ديكيد يعني عرض 10 سنوات او سنشر. طيب
طيب نروح كده تاني لتعبير برضو مع سينس. It's a long time. Since I walked through green fields, يبقى احنا قلنا في البداية ان كلمة since لو جت اصغر شكل بتيجي فيه لما تيجي حرف ايه؟ جر يلاقي اس ويجي لها زمن واحد؟ امبارح كام؟ يبقى لو جت حرف جر يبقى معاها كام زمن؟ واحد بس قبلها امبارح كام منفى او ايه؟ مثبت معلوم او ايه؟ مجهول سؤال او جملة. طب لو جت كونكت في الرابط؟ تيجي في النص او في الاول بيجي قبلها امبارح ايه؟ كام بعدها؟ ما ننساش ان بعدها ماضي ايه؟ بسيط ويجوز استخدام وين بدل منها والاثنين يكونوا مع وين ايه بقى؟ ماضي بسيط. طب الجملة دي بتقول اتس ايه؟ الونج تايم. دي سنس بقى الشكل الثالث، كم شكل الوقت؟ ثلاثة. هنا ربطت الوقت سنس. It's a long time since I walked through green fields. ركز بقى معايا. سنس أنا جاي بعدها باست سيمبل. ده ماضي بسيط، زي القديم، صح؟ تيجي تدور على المضارع التام كده مش موجود، قبلها المفروض مضارع إيه؟ تام. قبلها تعبير مكان المضارع التام، اسمه It's a long time. بالعربي كده لقد مر وقت طويل. يبقى القاعدة بتقول يجوز استخدام كلمة ايه بقى؟ It's بالعربي يعني ايه؟ بيجرها فترة ايه؟ زمنية. It's a long time وقت طويل. It's a short time. It's ages فترة بقى طويلة. It's a year سنة. Two years سنة. Two days سنة. أي فترة يبقى it's بالعربي بترجم ايه بقى؟ لقد مر. ترجم يا شباب؟ لقد مر. بيجي وراها فترة بقى؟ زمنية. هنا بيختفي زمن المضارع الثاني اللي كان بيجي قبل كده وبيظهر زمن واحد اللي هو ايه بقى؟ مضى بسيط. It's a long time since I walked through green fields. لقد مر وقت ايه بقى؟ طويل. منذ ان ها مشيت وسط الحقول ايه؟ الخضراء. حد فاهم حاجه؟ يبقى الوقت سينس الشكل الاول حرف جر بيجي بعدها اس وقبلها زمن واحد الشكل الثاني رابط بيجي قبلها ويجوز تبدال وين مكانها. الشكل الثالث ده في اتس قدر كلمه ايه؟ كل ما تشوف اتس كده وفضل صغير ترجم ايه بقى؟ لقد مر. لقد ايه؟ مر. It's a long time since I walked three green fields. يعني لقد مر وقت ايه بقى؟ طويل. منذ ان مشيت وسط الحقول ايه بقى؟ خضراء. حد عنده تعبير للجمله دي بيدينا ذا سيم مينينج؟ يعني ايه؟ بقول لك It's a long time since I walked through green fields. لقد مر وقت ايه بقى؟ طويل منذ ان مشيت وسط الحقول ايه؟ الخضراء. صعبة؟ هي الرابط هنا ايه؟ طب الموضوع التام ممكن اربط بايه؟ سينس او ايه؟ طيب سينس او فور. طب كلمة الونج تايم اللي هنا لا الونج تايم دي تيجي مع سينس ولا فور؟ هي جاية مع سينس عشان قبلها ايه؟ هي الونج تايم جاية بعد سينس ولا قبلها؟ بقول يا اخوانا التعبير ده اهو كلمة اتس ده هي معناها بالعربي ايه؟ لقد مر. وبعدين فترة ايه بقى؟ زمنية. لقد مر وقت ايه؟ طويل. منذ ان ايه؟ مشيت وسط الحقول ايه؟ معناها كده انا ما مشيتش وسط الحقول ايه؟ بقى لي فترة طويلة. يس يبقى الإجابة بتاع الجملة دي أقول I haven't walked. I haven't walked. through green fields
قبل ما اكمل يعني I haven't walked through green fields. هو بقول لك لقد مر وقت ايه؟ طويل. فات وقت طويل قوي منذ ها انا مشيت او منذ اخر مره امشي يعني. دي بقى انا ما مشيتش الوقت ايه؟ طويل. انا ما مشيتش ولا انا مشيت؟ الجمله دي يعني اثبات ولا نفي؟ عشان احافظ على اللي فات اقول لك انا ما مشيتش الوقت ايه؟ طويل. او مر وقت طويل كده على اخر مره مشيت فيها يبقى I haven't ها green fields. ركز بقى for a long time. for ايه؟ a long time. يبقى الجملة دي احنا استخدمنا ايه الوقت؟ for مكان since. وخدنا التعبير اللي كان بعد its لقد مرة ورحت بقى المضارع التام بقى مضارع التام ايه بقى؟ من. طيب هو كان ايه الاول بقى؟ كان عندنا walk كان زمن ايه ده؟ مضارع ماضي مثبت بقى ايه؟ مضارع تام ايه؟ هنا بقول it's a long time since I walked through green fields. هي I haven't walked. انا لم امش through green fields for a long time. اللي انا عاوز اوصله لك ان انت ممكن تقول الميننج يعني بكتر من structure تركيبه. تركيبه فيها ايه؟ since تركيبه فيها ايه؟ for. لان الجرامر لو انت جاي تحفظه هتحل غلط. لازم يتفهم عشان ممكن كلمه واحده تغير لك الاجابه. طيب يبقى عندنا الجزء سنس كده زي ما خدناه اللي هو ثلاث اشكال. في عندنا حاجه بس النهارده كده قبل ما نشوف الاسئله. ما تخافوش مش هناخد ده كله. طيب تكملة المضارع التام بقول لك يستخدم المضارع التام بعد التعبيرات دي. ايه اللي ممكن مضارع التام يجي؟ كلمة this is a the first او the second time. يعني الترتيبين يعني ايه؟ this is the first او ايه؟ the second او the third او the last. يعني جايب مثال اهو. this is the first time I have made this silly mistake. يعني ايه this is the first time؟ أول مرة. أول مرة أعمل السيلي ميستيك. خطأ إيه بقى؟ سخيف أو ساذج. فين المضارع التام في الجملة دي؟ مجنون. وفين الكلمة اللي إحنا بنراجع عليها؟ This is the first time. يعني first time؟ أول مرة. وسكن؟ ثاني مرة. ثالث؟ اسمها في اللغة أوردينال نمبرز. أعداد ترتيبية. أعداد إيه؟ ترتيبية. ماشي أرقام. يعني أنا ما بقولش كده. طب مش قال الموبايل يبقى معانا الشنطه تقريبا؟ يعني انت قاعد في الصف الثاني وغيرك قاعد ورا خالص متابعنا وانت قاعد بص في الارض في الموبايل بتاعك؟ مش عاوزين نكبر خالص احنا؟ مفيش فايده. الاعداد الترتيبيه دي غير الارقام. لما اقول 1 2 3 ده ارقام. امال العدد الترتيب عن الاول ثاني ثالث. العدد الترتيب ياخد ذا يبقى اقول ذا فيرست ذا سكند ذا ثيرد. العدد الترتيب ده لما اشوفه بيجي معاه مضارع تام. بيجي ايه؟ يعني اول مره ارتكب الخطا الساذج ده. يعني معناها ما ارتكبش الخطا ده ايه؟ قبل كده. انا عاوز بقى تفكره في تعبير ثاني ده. This is the first time I have ever made this mistake. هنا I have made. ممكن احط هنا ever. احط كلمة ايه؟ ايفر. مش نيفر، ايفر. لأول مرة يسبق لي أن أنا أو أنني أرتكب هذا الخطأ ايه؟ ساذج. دي معناها ايه بقى؟ زي ما بتقول الوقت كده أنا ما ارتكبتش ايه؟ الخطأ ها؟ قبل كده. أصلها كده I have never I have ايه؟ made this سيلي ها مستيك. حد هيقول تاني؟ لسه في كلمه ناقصه. بيفور. كلمه ايه بقى؟ بيفور. اللي انا كتبته ده العصفوره ده ذا سيم مينينج. يعني اول مره ارتكب الخطا ده. يبقى كان بتقول دلوقتي this is the first time I have ever made this silly mistake. معناها I have ايه بقى؟ never. انا نفيتها. اول مره ارتكب الخطا ده يعني انا لم ايه؟ من قبل. فين من قبل بقى؟ بيفور. ماشي؟
طيب This is the first time يعني first time أول مرة I have ridden a horse واحد بيقول واحد رايح يركب حصان بيقول لي بقى This is the first time I have ridden a horse يعني هو رايح يركب ركب قبل كده؟ لا لا هو كنت رايح تركب طول التعبير ده This is the first time I have ever ridden a horse أول مرة إيه؟ ركب حصان تتقال بقى إزاي؟ زي ده يا أولاد زي ده بالظبط I have never I have إيه؟ never تعالى نكتبها هنا I have ها؟ نيفر يعني شايفين الحته دي؟ اه مش دي اثبات؟ اه تحط هنا ايه بقى؟ هاف مع كلمه ايه؟ نيفر او اي هافن براحتك دي او دي اي هاف نيفر ريدن ريدن ايه بقى؟ هورس بيفور هنا في الاخر حطينا كلمه دلوقتي بيفور ده هي من قبل وخدت ونافينا بكلمه دلوقتي نيفر ركز لي كده في الجمله دي لما اقول لك ماي فريند سيبك من نهايه الجمله ماي فريند هاز وركد انا مش هقول لك بدايه الجمله نهايتها انا عاوز تقول لي الفرق اللي انت اتعلمته حصل اللي فات ودي بابا لما اقول لك ماي فريند هاز ايه وركد وماي فريند ورك واحده مضارع تام واحده ايه الميننج اللي داخل دماغك اللي دي لسه ايه شغال في نفس الكومباني يعني الشركه ما غيرهاش امال التاني وركد اكيد تشينج الجوب يعني زي ما كنا نقول دلوقتي عاش في 10 سنين دلوقتي قاعد في جمال جديده او غيره يبقى ده يبقى خلي بالك زي ما قلت قبل كده برضو ابو تريكا سكول محمد صلاح عايز سكول بقول لك لما نيجي المضارع التام المستخدم عند ذكرنا للموضوع للمره الايه؟ الاولى انت بتذكر حاجه حصلت للمره الايه؟ الاولى ولكن لما اجي افسرها اخد ماضي ايه؟ بسيط. المثال ده واضح جدا بيقول لك there has been ده مضارع تام اهو there has been a serious accident كان هناك حادث خطير on the road to Cairo يعني ايه؟ الطريق الخطر. المضارع التام انت بتذكر الحادث الاول ايه؟ كان هناك حادث خطير في الطريق الخطر. حصل امتى؟ وحصل ازاي؟ a past simple ده ماضي ايه؟ وصلت يبقى لما اذكر الحادث او الخبر for the first time يعني اول مره قلت انا برضه اخدنا لاكثر سنه يعني انا بقول كل حاجه تخص ايه؟ المضارع التام ما هوش بقى جزء الف اولى والجزء الثاني والجزء الثالث لا انت في نهايه الثانيه هتبقى اخدت الجرامر كود بتاع السنه الثالثه دي مراجعه بس يعني لما بنشرح زمن الوقت بقول لك ده اهم زمن في الانجليزي بيزنس بيرفكت لما نشرح زمن بنشرحه زي ثالث ثانوي يعني انت بتشوف حاجه جديده كل اللي حواليه يبقى هنا بقول there has been a serious accident لما جاي يشرحها بقى قال ايه بقى؟ هابن زمن ايه ده بقى؟ يبقى عند ذكر الخبر لاول مره اخد ايه؟ جاي اديله بقى ديسكريبشن وصف كده او اعمل له بس اكسبلنيشن اخد ايه بقى؟ يس احنا دلوقتي سنس ده كام شكل؟ سنس حرف جر بعدها اسم ده مضارع تام اثنين سنس رابط ممكن استخدم مكان ايه بقى؟ ثلاثة اتس اسمها ايه؟ اتس يعني اتس هي ثلاث اشكال اتس لقب ايه؟ يعني اتس رابطها سنس ولا بورد؟ لما اجي التعبير اللي بيقول اتس لقب ايه؟ مرة الرابط بتاعه قلنا سنس ماشي وبعد سنس بقى واخد الماضي ايه؟ بسيط يعني ايه اتس لونج تايم؟ لقد مر وقت طويل طب ايه شورت تايم؟ لقد مر وقت طويل طب اتس تو ييرز لقد مر وقت طويل وهكذا اي فتره اربط بسنس واخد ايه بقى؟ ماضي بسيط طيب بص معايا في التعبير ده كده جمله غريبه شويه I have lived in this town زمن ايه ده؟ انا عايش في المدينه دي since
خلي بالك جاي وراها تيل مانت 10 ايه؟ هي سنس المفروض مع مده؟ هي اسم؟ بقول لك في حاله شاذه ان سنس اخد بعدها ايه؟ مده بس احط بعدها اكواب احط بعدها ايه؟ هنا ظهرت ايه دلوقتي؟ يعني الجمله دي بتحس انها كوكتيل كده فيها مضارع تام ومربوطه بايه؟ بسنس وفيها فقره ايه؟ زمنيه وفيها كلمه ايه بقى؟ ماشي؟ مع ان الجمله دي كلها مفيش فيها ماضي بسيط بس ظهرت كلمه ايه بقى؟ يعني ايه بقى كل منطق جوه؟ منذ 10 شهور يبقى يعتبر تعبير فين؟ في الماضي. يبقى القاعده بتقول يجوز استخدام اعداد بعد ايه بقى؟ سنس بس ايه الشرط؟ ظهرت كلمه ايه بقى؟ طيب لو انا خدت جمله زي دي واقول لكم طلعوا سنس هنا معناها ايه؟ Since he is ill, Ali can't go school. آخر حاجة لكلمة دلوقتي since he is ill, Ali can't go to school. سنس اللي قدامكم دي معناها منذ ولا معناها لان؟ لان اه يبقى سنس ممكن تجيلك مترجمه بمعنى ايه بقى؟ لان هي العالم بتكون ايه؟ منذ بس هنا معناها ايه؟ لان دي بتساوي كلمه از بتساوي كلمه بيكوز وبتساوي كلمه ايه كمان؟ از بالعربي يعني ايه؟ لان يبقى مش معناها منذ يبقى سنس هي از ال علي كانت جود سكول او تقول علي كانت جود سكول ها سنس هي از حتى لو انت ركزت شويه مفيش مضارع تام ولا حاجه ده بعدها ايه ده؟ مضارع بسيط وده برضه مضارع مفيش بقى مضارع تام ولا حاجه يبقى ممكن سنس تيجي كونكتور يعني ايه؟ رابط بيجي قبلها بيجي بعدها ايه؟ ها سبب وبعدين نتيجه سبب وايه؟ السبب انه ايه؟ مريض والنتيجه انه ما يقدرش ايه؟ يروح المدرسه طيب لو جاي اعمل سؤال بسنس عاوز اقول منذ متى خدنا الحصه اللي فاتت هاو لونج خدنا ايه هاو لونج مضارع تاء طب نبص في الجمله دي كده ابدا بايه سنس واخد ايه بقى سنس وين تاني سنس وين بتساوي في اللغه هاو لونج تساوي ايه هاو لونج ويجي بعدها مضارع تاء هاف مارد يبقى ممكن ابدا منذ متى او الهاو ايه مهم اللي هو الشكل العادي بتاع الابتدائي والاعدادي هاو لونج او ابدا بالكلمه دي بقى سينس وين سينس ايه طيب سينس وين هاف يو ماريد انت من امتى متزوج من نوع ال سينس 2002 من 2002 طب الجمله الثانيه كده فور ها هاو لونج يبقى سينس وين بتساوي والاثنين زمن ايه ده بس هنا بدا لسنه 2002 هنا قال فور وده سيم مينينج يعني عشان انا هنا سالت بايه؟ بسن فحطيت اسم سنه وهنا سالت بايه؟ بفور يعني ممكن اسال بسن سوين اللي بتساوي فور هاو لونج فور ايه هاو لونج يس لو انا استخدمت بقى هاو لونج وجبت معايا كلمة اجو يبقى انا الوقت خدت من شوية قوم واقف لابس الردان قوم واقفي فين الموبايل بتاعك قوم واقف اسمك ايه؟ واقفي اسمك ايه؟ ها؟ كنت عارف اللي فاتت؟
الاسم الكامل يا بنتي؟ ها؟ اسمك كامل؟ منين؟ موجودة الحصة اللي فاتت؟ تاني حصة موجودة الحصة اللي فاتت دي؟ ها؟ طب تكلمينهم انت بعد الحصة تكلمينهم لو سألت بكلمة ايه؟ أجو أخذ بعدها ماضي بسيط ماضي بسيط يعني مثلا how long ago did you visit your uncle منذ متى عندما كنت ايه الزيارة يبقى بتلاحظوا خدنا ايه دلوقتي يبقى how long مع كلمة ايه دلوقتي أجو يعني how long دلوقتي ممكن وراها ايه أجو لو أجو يبقى ايه ماضي بسيط بس احنا واخدين الوقت لها شكلين تانيين اللي ممكن هاو لونج تسبق بايه؟ فور او ايه بقى؟ بسن وبرضه زمن ايه؟ مضارع كان يبقى في الحاله دي اخد مضارع ايه؟ كان مضارع كان لو بدات بفور هنا اخد مده ايه؟ زمنيه في الاجابه لو بدات بسنس اخد ايه بقى؟ ياخد يعتبر ايه اسم او ايه اسم سنة يعني افتح الكتاب كده هنشوف كده بعض الأسئلة will we have to have ice cream ها؟ كلمة ages يعني الوقت طويل الوقت ايه؟ طويل يعني ممكن ages اشيلها احط مكانها short time ولا long time؟ long time long ايه؟ طويل يبقى four ages الوقت ايه؟ طويل science ways to isolate genes already have developed هاب ايه؟ طب فين الكلمة اللي بتقول ده مضارع كان؟ اوريدي 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 جاي في النص ولا في الاخر؟ وممكن احطها بقى هاب اوريدي ديفولوب مش كل ده الحصة اللي فاتت؟ يعني اوريدي لها كم لوكيشن؟ اثنين ممكن اوريدي جينا في السؤال اللي بعدها عن استغراب هل انت خلصت بالفعل؟ يو ار سو كويك انت ايه؟ سريع او انتليجنت يس He has lived in this village يعني عايش في قريته since he was three. قلت مراكز شوية الجملة موجودة دلوقتي since قبلها ايه؟ الزمن اللي جاي has lived تحت الخط كده ده زمن ماضي بسيط جاء قبلها المضارع التام ناخد بعدها ناخد ريتاير ناخد ايه؟ ريتاير
قبلها مضارع تام بعدها ايه؟ مضارع تام. زي ذا ريبور يت بعد ويل فاي هابن فينيش، يعني ما خلصوش كتابه ايه بقى؟ التقرير وهينتهوا حالا. ماي كيز اي كام تو اوبن ذا دور. مفاتيحي وعندك كلمه دوز يعني يلا مفاتيحي فقدت ولا فقدت؟ انا عاوز مضارع لا مجنون يبقى لوست ولا هابين؟ هابين لوست. هابين ايه؟ يبقى ساعات كده خلي بالك انت بتاخد مضارع تام منفي او مصدر معلوم او مجهول او ممكن سؤال وجمله يبقى انت يعني الحاجات دي كلها اشكال المضارع التام تبقى في دماغك. ام اوفر ذا مون تعبان ده قدام فوق في في يعني سعيد جدا. اي ميدل فور رايتنج بايت هاف وان نمبر بي هاف وان. هاف يو واتشد ا كوريان فيلم ايفر للسؤال ايفر في السؤال هاف يو ايفر ايه واتشد. This is the most interesting book I طبعا the most interesting دي يعتبر سوبر التفضيل التفضيل معاه مضارع تام يعني يعني ناخد ايه بقى هاف ايفر نمبر ايه بقى دي هاف ايفر ولا نيفر نمبر دي النيفر للنفي يعني بقول ده امتع كتاب سبق لي ان قراته في حياتي. I the book you were looking before have found انا وجدت الكتاب اللي انت بتبحث عنه have found الاخير. Would you like something to drink? تحب تشرب حاجة؟ قال له no thanks. I some lemonade. Have just had. Have just a had. الأخير اللي هي نمبر سي. My sister is shocked. مصدوم. مصدومة يعني. She the game. ها؟ has lost. نمبر ايه بقى؟ بي. الابوستروف اس اختصر لايه؟ هاز. من عند الابوستروف بي اختصر لايه؟ لهاز. الابوستروف اس لايه؟ لهاز. The last two weeks ناخد ايه بقى؟ four لان the last الفترة ايه بقى؟ زمنية yes she has been in the manhor since the day since ايه؟ the day اللي وراها اسم since the day او الاسم نفسه اسم يعني حاكم a taxi driver for 10 years he has changed his career. النص النص الثاني يعني ايه he hasn't changed his career لم يغير مهنته لم يغير مهنته ما غيرهاش هو شغال بقى له 10 سنين تاكسي درايفر اند ستيل يعني ايه ما زال ناخد ايه بقى هاز بين هاز بين اي موف تو كايرو يعني انتقلت القاهره كده سينس بين يعني بقى منذ ذلك الحين سينس بين يعني ايه منذ ذلك الحين اي ماي برنس سينس بين اختار خط كده اللي عندك هنا سينس بين يعني سينس بين منذ ها ذلك الحين دين ديا اللي معناها منذ ذلك الوقت دين جاي مكان دين مكان زمن الماضي البسيط دين مكان زمن ايه؟ تاخد بقى ماضي بسيط ولا مضارع تام؟ مضارع تام ناخد اي هافنت اي هافنت ايه؟ سين بالعربي يا اخوانا كده انا عزلت او انتقلت القاهره سينس دين يعني ايه؟ ما لما جاب لك الجمله الاول لو انت مش مركز بس في الحصه اصلها كده سينس اي موف تاني سينس اي موف ده مره بسيط اه منذ ان ايه بس ما جابهاش عشان هو جابها لك في الاولى يقول لك انا عزلت او انتقلت القاهره سينس دين يعني ايه منذ ذلك الوقت معناها في اللغه سينس اي موف سينس ايه اي موف يعني الماضي البسيط كان موجود اهو يبقى دين جاي مكان ايه بقى الماضي البسيط تاخد ايه بقى هافن سين I started my profession. Since. Since. Have you done the experiment? You are. بقول you are really clever. يبقى هاف ايه بقى؟ already. يعني بالفعل. بالفعل. دهش. جميع الأسئلة دي واجب وهناخد برضه كمان حصة فيها الحصة الجاية. الصبيان اللي بيجي اللي كان غايب يرفع ايده كده بعد كده أي طالب غايب مفيش ريكورد على الوقت مش هتسجل الحصة. ماشي؟ الصبيان اللي هيسددوا يستنوا والباقي ينزل ويطلع له الصبيان التانيين. اللي هيسدد يستنى ويجيب. البنات البنات اللي هيسدد يستنى والباقي ينزل. النهارده اخر معاد ساعتين هي ده. لو في حد يا اخوانا كان غايب وانا شطبته هنا همشيه مش هيحصل. البنات انا مش عارف الشكل بالاسم كتير يعني. اللي كان غايب وانا شطبته هنا وحاضر دلوقتي همشيه. اي حد كان غايب يجي لي ولو قلت لها يجي لي يجي لي انا تاني. السؤال
خلي الشرطة تسلم.